في المرحلة الماضية قبل الانتخابات الرئاسية تردد أنه الحزب ممكن يدفع بالدكتور سيد البدوي كمرشح له في الانتخابات الرئاسية. حصل اللي حصل، الهيئة العليا رفضت هذا الكلام والمقترح وأعلنت تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي. في نفس الوقت احنا شفنا المشهد تم ازاي، سيد موسى مصطفى موسى ترشح أمام الرئيس السيسي وكانت الانتخابات وكانت النتيجة إلى آخره. هل تشعروا في حزب الوفد بالندم أنكم ما خضتوش هذه المعركة؟ ألم تكن هذه المعركة ضرورية لكي يعود الزخم لحزب الوفد؟ لا، نشعر بالسعادة داخل حزب الوفد لعدم دخول هذه المعركة، لأنه حزب الوفد اتسق مع نفسه. احنا قلنا أن المرحلة القادمة ارتقينا فيها أنه من مصلحة الأمن الوطني ومصلحة الدولة واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي أن يتولى رئيس عبد الفتاح السيسي ولاية رئاسة ثانية، فكنا أخذنا هذا القرار وكان له حيثياته بعد دراسة متأنية، وأعلننا عن هذه الحيثيات وقلنا لا يعيب حزب الوفد أن يؤيد في هذه المرحلة الرئيس السيسي، لأنها مرحلة دقيقة ولها خصوصياتها في تاريخ الوطن، وبالتالي الطبيعي أن يكون لنا مرشح في 2022، لأن هذا هو المنطق الطبيعي للأمور. هيكون لكم مرشح رئاسي وكان بعد بإذن، يعني هذا هو ما أعلننا عنه وما سنعمل عليه، لأنه أي حزب سياسي لابد أن يكون لك دور في الانتخابات المحلية تسعى إلى الأغلبية، وهو ما نسعى إليه ويجب ونستحقه في 2020، وأن يكون هناك مرشح رئاسي نقف خلفه ويكون يعبر عن الرؤى اللي احنا بنتكلم فيها كحزب سياسي.